أزمة الأخيرة هذه أزمة كبيرة برشا عمرها ما صارت في تونس. مستحيل أنا هني عام 1964 نخدم في البركة ولا وجود معتها للأزمات هذه. أزمة هذه قوية برشا الحق بتاع ربي من كل جهة اقتصادية ومادية. معتها بالنسبة للمواطن ما عادش عنده باش نجم يشري. صحيح صحيح، في عندنا بالنسبة للمصوغ هو دومين كبير ياسر. فما برشا قطاعات، فما صنايعي، فما تاجر، فما السمسار اللي يقولوا نحن، وهذوك ما عندهمش راس مال ويربحوا في برشا فلوس. هذوك هم المستنفعين الوحيدين في السوق اللي هما السمسارة. تلقى له صنايعي له تاجر ما عندوش كابيتال، يدور جوست على حوانت يعرف شكون باش يعرف يهز له شكون هاكا يربح فيه هاك 10,000 الجرام كذا. اما اكثر متضرر بالنسبه للذهب في تونس هما الصناعية. الصناعية قبل كان الذهب رخيص برشا، كان الجرام ب 35 و 40 ألف، كانت برشا عباد حتى التطليع كانت تطلع، وكانت الصناعي يخدم لك قطعة فيها 15 جرام 20 جرام تخرج تباع بحكم أنه المواطنين الذهب رخيص وياخذوا، فهمتي؟ بينما تو رجعت الذهب كلها ميكانيكيا، معناتها كلها ماكينات وكلها كذا. تمشي تشوف الصناعيه في السوق تلقاهم اللي هكا شاد كونتوار نتاعو جوست يستنى لهم في حاجه تصليح ريباراسيون حاجه خفيفه برشا برشا. هذوك اكثر الناس متضررين بالنسبه لقطاع المسوق. بالنسبه للتجار تلقى التاجر شنية هو يجي برشا صناعيه من معامل كذا يجيبوا له موديلات تلقاه معناتها اوكي يتكلف عليه السوم كذا. صحيح غالي برشا على خاطر مش كيما اليد بالعامله كيما بالماكينه، فهمت؟ يتكلف عليه اكثر شويه هكا، هذاك يزيد يحمل شويه على المواطن مثلا في السوم ربحه هو. تبقينا زاد المواطنين ما فماش برشا قبال ياسر كاش اللازم في اللازم كيما قال لك خونا. حاجة المهمة مهمة، بينما كانت قبل كانت العباد تشري صياغة فيها 30 و 40 جرام، كانوا العباد ياخذوا ما على بالهمش، بينما توا تلقى صياغة كاملة فيها شركة وبلالط وبراسليف 12 جرام 13 جرام، كي تجي تقول له سومة مش عارف 2,500 هو يستغلها بحكم أنها ما فيهاش برشا ذهب. هو ما من شك أن الأزمة الاقتصادية هذه خاصة أزمة كورونا تأثر بصفة كبيرة ياسر على الاقتصاد كامل، خاصة قطاع نحن المصوغ الذهب. كما تعرف نحن كون الذهب يعني حاجة تعتبر من الكماليات، الإنسان اللي متفضل هو اللي عادة ياخو. تبقينا كيف الاقتصاد شاد معناتها وماهوش يعني ماهوش متحرك باش يتأثر علينا سلبا. كيفاش يتأثر؟ يعني الانسان اللي كان ياخو مثلا قطعتين وثلاثه باش يولي ياخو قطع، الانسان اللي ياخو قطعه يولي حاجه لاقل ميزان. ونحن بطبيعتنا معناتها لازمنا نوفروا لهم الحاجه اللي تماشى مع السوق ونتاقلموا مع السوق. يعني الذهب عام نون نبيعوا فيه ب 120، السنه المكسر وصل ل 120 و 130. باه يقول القائل كيفاش وصل؟ الغلاء هذا ماهوش لوكال، يعني مش خاص كان شي بتونس، عالمي. نحن كما تعرفوا البنك سنترال هي تعطينا الذهب، البنك سنترال تاخذ فيه بالبورصه بالعمله الصعبه، واحنا دينارنا طايح بطبيعته، يعني باش يزيد يغلى. كيف كيف يعني اغلاء الذهب مرتبط يعني بالاوضاع العالميه يعني كامله، فهمت؟ هذا الشيء اللي خلى الذهب يعني يغلى والاقبال ينقص برشا في ظل يعني الظروف العالميه كامله، معناتها فهمت؟